كله ما عمل مشاه نهائي. ودي جزئية نحن جايين دارين نتكلم فوقها، ما عمل بتاع مشاه. أغلبية الأعمال العسكرية الحاصلة الآن في طيلة الأسبوع ده والأسبوع الماضي والقبله كلها كانت عمليات عسكرية جوية، إلا استثناء الفاشل ولاية شمال دارفور. وولاية شمال دارفور ذات نفس الوقت هسي حاليا وأنا بتكلم حصلت عمليات بتاع التدوين عبر الطيران لتجمع ميليشيات الجنجويت وانسحابات، ركز معي كويس، وانسحاب لمجموعة من الميليشيا بتاعت الجنجويت على مستوى أطقم الفاشر، اللي هي بعد الضربة من المشتركة من القوات المشتركة في الأيام الماضية دي. القوات المشتركة خشت في عمليات عسكرية كبيرة جدا جدا الفترة الماضية دي، ودقت الميليشيا دق تقيل، انسحبت مجموعات كبيرة جدا. وديل منهم ديل الشفشافة، ديل اللي قالوا لهم يا أخي تعالوا الفاشر دي سقطت تعالوا شفشف. طيب العمل العسكري عموما في أم درمان، في أم درمان في ضربات جوية تحديدا في غندهار أم درمان دار السلام وراء، ركز معي كويس في الكلام ده، مدخل الإذاعة على اتجاه البحر في عمليات بتاع ضرب الطيران وعمليات بتاع ضرب مدافع بتاعت القوات المسلحة لتجمع ميليشيات الجنجويت حاولوا يسللوا من قبل بحري أو من قبل اتجاه توتي لدخول أم درمان عبر المراكب وعبر المراكب السريعة. اتجمعت القوة دي وحاولت إنها تسلل على أساس إنها تخش المنطقة بتاعة أم درمان الإذاعة من اتجاه بحري ومن اتجاه توتي، ركز معي، من اتجاهين، من اتجاه بحري شامبات ومن اتجاه توتي. قوات المسلحة قامت بواجبها ودمرتهم دمار ما بعده دمار، وما في نزول طلع، كلهم ككل الموجودين في البحر كلهم ماتوا بمراكبهم بتفاصيلهم كلهم ماتوا. دي حاجتين. الحاجة الثالثة اللي هي الضربة بتاعت الخرطوم، وفي الخرطوم اللي هي جنوب الخرطوم نفس الشيء برضو طيران، ضربة الخرطوم جنوب الخرطوم برضو طيران، ما في مشاة، ضربات بتاع الطيران على مستوى جنوب الخرطوم، ضربات بتاع الطيران على مستوى منطقة الجيلي ما المصفى، خارج المصفى برضو طيران، ضربات بتاع الطيران على مستوى الجزيرة، في الجزيرة في محور الاتجاه سنار، ضربات بتاع الطيران على مستوى اتجاه جنوب كردفان، ضربات بتاع الطيران على مستوى شمال دارفور في الفاشر، ضربات بتاع الطيران على مستوى المثلث المنطقة بتاعت شمال كردفان. إذا زول دار يتكلم بغير الكلام اللي قلناه ده، إلا زول دار يزيد المعلومات ساي، إلا زول دار يزيد المعلومات ساي، ركب حياة الراس. كله ضرب بتاع طيران، دقات بتاع طيران ودقات موفقة جدا، موفقة أي دقات موفقة في التك، ما فوق أي اثنين ثلاثة والله، دقات بالملي كلها ضربات بتاع الطيران. طيب دي جزئية، ممكن الناس تساعدنا بالشير واللايك لو سمحتوا، شير ولايك. الجزئية الثانية اللي أنا حابب أوجهها للشعب السوداني وللقوات المسلحة نفسها وللشيء اللي قاعد يحصل ده، أول حاجة اتكلمنا عن أهلنا في التكين وفي الجزيرة تحديدا الرجال، اتكلمنا عنهم وما وفيناهم حقهم، وإذا تفضلنا اتكلمنا من هنا لحد بعد 10 يوم برضو ما منوفيهم حقهم. أهلنا في التكين وفي الجزيرة، لكن قلنا كلامنا بطريقة واضحة، التكينة دي تحديدا، التكينة دي تحديدا مليش الجنجويت استهدفتها، لكن لقوا رجال صدوا لهم. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، هل المشروع بتاع ميليشيات الجنجويت ده فشل ولا ما فشل؟ فشل طبعا. طيب ليه الميليشيا ما زالت انها على مستوى غرى الجزيرة بتقتل وبتسحل وبتفعل وبتترك اي حاجة، بتعمل اي شيء بتقتل،
السبب بسيط، لان اخواننا الزول لما يفشل المشروع بتاعه عموما دار يمشي ليه جزئيه مهمه اللي هي الا وهي التفاوض. وانا ما بكذب عليك، في داخل القوات المسلحه، في داخل القوات المسلحه هنالك تيار يعمل من اجل ايصال هذه الدوله لعمليه بتاع التفاوض مع هؤلاء المتمردين. والا لما الى الان لم تتشكل حكومه بتاعت حرب، ولم تعلن على الطوارئ، ولم تحسم اي جزئيه من المعارك الدائره الان على مستوى. هل الجيش ما قادر؟ كذب. اللي بيقول انه الجيش ما قادر ده ما هو ما عارف. الجيش قادر، قادر. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه انه اذا فرضا قلنا انه القوات المسلحه ما قادره على 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 الحاجه اللي قاعد تحصل دي، فرضا قلنا انها ما قادره على الحاجه اللي قاعد تحصل، امن المفروض انه تعلن التعبئه العامه، الاستنفار والتعبئه العامه، وتسلح المواطنين على شتى ولايات السودان عشان يتصدوا لهؤلاء القتل؟ طيب منطقه التكينه دي تحديدا انا حتكلم عنها بثقه واسعه، لانه يا اخواننا ما في ذول لحد اللحظه طلع الصد، التصدي واضح كده انه قالوا كيكل وصل التكينة. كذب، كذب. كيكل جماعة كيكل استهدفوا التكينة، مليشة جنجويت استهدفت التكينة، لكن لقيت رجال اشداء اتصدوا لهم تصدي كبير جدا جدا. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه ليش ليه كيكل بيجيب ناس وبخش واحدة من القرى اللي حوالين التكينة بقول انه دي التكينة؟ انا والله العظيم دار اقول لكم بكل وضوح، اليوم اتكلمت مع واحد من الناس من التكينة، الزول ده قرب يسب لي، قرب يسب لي، اقول لك بالوضع وعاذره تماما، انا عاذره. قال لي والله نحن قلنا لهم بطريقه واضحه ما تجونا، والله كيكل يخش البلد دي نملو ذخيره لما يامن. طيب ليه كيكل بيحاول انه يوصل رساله يقول انه هو جاء داخل التكينة؟ هو ما في التكينة، هو في قرى المحيطه بالتكينة نفسها، ما في التكينة جوا، في القرى المحيطه بالتكينة، ما دخل اكثر من القريه المحيطه بالتكينة لحد اللحظة دي. أنا بأكد لك تماما أهلنا في التكينة صامدين والتحية لهم، وما قصروا والله، وقفوا وقفة الرجال، وقفوا الوقفة الحقيقية بتاعت الرجال. لكن لحد اللحظة نحن بنوجه لقيادة القوات المسلحة، لحد اللحظة دي وكل يوم حنوجه، خلونا من الكلام اللي قاله ياسر العطلة، خدته جانب. لحد اللحظة دي أنت دايرني أنا أوجه لك قيادة، أوجه لك المواطن عشان يجيش مع القوات المسلحة، ما في مشكلة، كل الشعب الان مع القوات المسلحه، لكن دايرني اوجه لك المواطن عشان يقاتل ترسانه زي ميليشيا الجنجويد اللي هي عندها انواع حديثه من العتاد عشان يواجهها المواطن بالكلاش، او يواجهها المواطن المتدرب، او يواجهها المواطن بالعكاز؟ انت ما سلحت المواطن، دايرني انا اوجه لك الرساله للمواطن عشان يمشي يقاتل لك الناس دي؟ يستحيل والله، لانه انا حكون ارتكبت جرم كبير. لكن لما المواطن من نفسه يعمل الحاجه دي، انا ما علي الا انه انا شنو ادعم واقف معه واوجه له رساله. زي اهلنا في التكينة، زي اهلنا الان في التكينة، الان اللحظه دي في التكينة الان، وقفوا من تلقاء نفسهم، وقفوا وقفه حقيقيه. والان في غرة كثيره، انا ما بشجعهم، ما بشجعهم. ليه؟ لانه انا بعرف ماليش الجنجويه القتل عندها يقون وتقتل بناتهم زي اللي قالنا قتلت فرخ، قتلت لا فرخ، انا ما حشجعهم، لانه عارف انه الغريه الان اللي بتشجع عندها دار تقف وش هؤلاء الجنجويد ما بكون عندها ولا 40 سلاح. أنا حقيت معاه في لحظة إنك كقوات مسلحة تحقق لها عملية بتاعت إنزال جوي أو تسلح كل القرية. تأكد تماما أنا اللحظة دي بطلع، لكن الآن ما بوجههم يقاتلوا عدو، عدو مدجج بكامل الأسلحة. ما بوجههم لأنهم يقتلوا نفسهم، ده انتحار، انتحار للإنسان. لكن أهلنا في التكينة استثنى من الحاجة اللي بتحصل دي، أنا حقولها إنه الآن أهلنا في التكينة وقفوا عندهم بقدر السلاح اللي عندهم، قدروا تماما انه يوقفوا هذه الميليشيا. وكيك الكذاب منافق ما دخل التكينة، كذاب ومنافق ما دخل التكينة، لانه الناس على التكينة الان قالوا والله لو جا جوا هنا والله باللبن للعيش ما خش. والان كيك الليل، كيك الليل الان بيحاول انه يقول انه في التكينة، يكذب على اساس انه هو موجود في التكينة. ليه؟ لانه يا اخواننا اهلنا في التكينة ادوا درس كبير جدا جدا لكل السودانيين، ادوا درس كبير في معنى الصمود، ادوا درس كبير في معنى التكتيك
في معنى الشجاعة في معنى الفروسية الدول السودانيين. الكلام ده يا أخوانا لما ينتشر على مستوى القرى بعمليات الصمود والفروسية والرجالة بتاعت أهلنا في التكينة، معناتها الدعم السريع حيكون في كل قرية من قرى الجزيرة في خطر، حيكون في كل قرية من قرى الجزيرة حيكون في خطر كبير جدا جدا على الميليشيا بتاعت الجنجبيل. فطبيعي جدا جدا كيكة اللي يجري على بعض القرى المحيطه بالتكينة يقول انه في التكينة، وبيحاول يقول لهم انه نحن وصلنا معاهم لاتفاق. ناس التكينة لو بيوصلوا مع كيكة او الجنجويتي كيكة لعمليه بتاعت اتفاق، لما كان الان استشهدوا منهم في ظل المعركه المشتده عند اكثر من 6 يوم مع ميليشيا الجنجويت، ما كان قاموا بعمليه بتاعت معركه ضد الميليشيا بتاعت الجنجويت. اوه يا جنجويت. لكن كيكة لحس بالخطر انه الصمود الصمدوه اهلنا في التكينة اذا انتقل لباقي القرى وقدرت تجيب زي ما بقول السلاح زي اهلنا في التكينة اللي مشوا جابوه من وين جا جابوه، معناته الدعم السريع او ميليشيا الجنجويت على مستوى الجزيرة اصبحت في عملية بتاعت خطر كبير جدا جدا على مستوى المنطقة. فعشان كده كيك الجاي داير يحتوي الموقف. كيك لم يدخل التكينة، خلام ده حق اهلنا في التكينة، وانا واحد من الناس انا ما بعرفها، ما مشيتها، لكن ده كلام اهالي التكينة نفسهم، وكلام دول قاعد جوا التكينة بقول لي يا دول كيكة شو اللي بيجينا هنا؟ كيكة كان جوا الله قال لي اني فضي فوق الذخيرة دي. لحدين المسألة دي كويسة؟ نمشي قدام. إصرار ماليشيا الجنجويت على الفاجر، وهذا الكلام مربوط بالكلام اللي قاله جنابه ياسر العطا، ومن هنا تحية كبيرة لسعادته ياسر العطا وعلى كل التفاصيل اللي قال. أنا الكلام اللي قاله